إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أمراض البرد والزكام. طبعا أعراض الزكام معروفة لدى معظم الناس، وهي في العادة عبارة عن كحة وسيلان في الأنف وسعال متكرر، كما أن معظم الأطفال المصابين بالبرد يعانون من حرارة بسيطة وتعكر طبعا في المزاج. وبما أن معظم الإصابات البرد ناتجة عن التهابات فيروسية لا يتوفر لها علاج أو تطعيم، فإن العلاج يعتمد على تجنب المواد الأخرى، ويجب أن إعطاء الرجل المصاب البنادول، إعطاء مخفض للحرارة من مركبات الإيستامينوفين، هذه مادة اسمها الإيستامينوفين، من الضروري يكون المواد مشتقة منها. طبعا هذه المادة مخصصة لانخفاض لتخفيض درجة الحرارة، مثل الفولتارين. الفولتارين يخفض درجة الحرارة بعد. والمادة الثالثة البروفين، أيضا ممكن تخفض درجة الحرارة. والمادة الرابعة البونستان، البونستان هذه بعد مخصصة في تخفيض درجة الحرارة. أيضا تناول الكثير من السوائل، أعطاء الأدوية المضادة لسيلان الأنف مثل الداميتاب في بعض الأحيان. وفي العادة تختفي أعراض البرد في الأسبوع أو أقل من عادة، يعني تختفي الأعراض في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني، ويوصى بمراجعة الطبيب في بعض الحالات التي سوف نذكرها الآن. مثلا في بعض الحالات لما تأكل بعض الأدوية مثل اللي ذكرناها قبل شوي، تكون هذه الحالات عندها استمرارية للحرارة وارتفاعها على مدى الأسبوع كامل، وتطور الأعراض وزيادة حدتها. أيضا ممكن يعاني من صعوبة في التنفس أو ألم في الأذن أو التهاب في الأذنين أو التهاب في اللوز شديد جدا، من الضروري مراجعة الطبيب في هذه الحالة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.